بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبي اله العالمين ابى الزهراء المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من يوم السقيفه الى قيام يوم الدين احباء المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام وضيفي الكريم الله سماحه الشيخ احمد ريش العسائي حياكم الله سماحه الشيخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين ايها المشاهدون الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام نحن في خدمتكم خادم الحسين الشيخ الله, الله, الله يحفظكم ان شاء الله اهلا ومرحبا بكم طبعا متواصلين معك سماحه الشيخ واجوبه <applause> الأسئلة حقيقة الأسئلة من الجمهور الكريم أيضا لدينا سؤال من الأخ محمد العراقي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعت برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة واسك السلام وكانت الحلقة بعنوان علاج خفقان القلب والدتي لديها خفقان في القلب وهي ضريرة ومقعدة وعندما يأتيها الخفقان نحتار كيف ناخذها الى المستشفى أه وسمعت من الشيخ أه الشيخ احمد الدريسي الاحسائي ضيف البرنامج دواء للامام الرضا عليه افضل الصلاه والسلام نعم تكلمنا عن علاج خفقان القلب قلنا انه يعالج بدواء الجامع للامام الرضا عليه السلام تركيبه خاصه يعني موجوده ممكن يصعب على المشاهد الكريم ان يكون هذه التركيبه لكن علاج يعني نعطيهم شيء من الفاتلة بعض الأمور يلتفتون أن الخفقان نوعين نوع حار ونوع بارد بالأعمار القصيرة قالبا يعني يكون من النوع الحار فعلاجه بالضد يعني إذا كان منشأه منشأ الحرارة الحجامة نافعة. استخدام بعض الاطعمه الذوى الطبيعه البارده نافع مثلا السمك نافع لهذا الخفقان، لكن بما ان هذه المراه ظهرا كبيره السن ونوعيه الخفقان عندها بمناسبه العمر ظاهرا هو من نوع البارد. فعلاج هذه المراه اولا لابد من تجنب الاطعمه البارده حتى لا تبتلي بالخفقان المستمر. تتجنب من الأطعمة الباردة والرطبة مثل الزبادي مثل الماء البارد كثرة شرب الماء البارد ومثل السمك مثل هذه الأمور يعني أو الوجبات السريعة أو الأطعمة المعلبة هذه الأمور كلها مضرة بالنسبة إلى هذه المرأة الأطعمة مثلا السويق الحارة نافع لهذه المرأة السويق سواء سويق, سويق, سويق الحنطة او السويق الشعير آه هذا كله نافع لهذه المرأه آه يوميا ملعقتين من السويق العسل مع الحبه السوداء ملعقتين في اليوم صباحا ومساء آه والاهم يعني قضيه الصدقه الحمد الاستغفار تدهين ناحيه القلب بزيت الحبه السوداء السفرجل يقوي قلبها جدا نافع الزبيب يوميا 21 حبه على الريق تدليك كل البدن جلوس هذه المراه تحت اشعه الشمس يعني اشعه الشمس صباحا مو ان ظهرا يعني مهلك صباحا او عصرا عند الغروب مثلا تعطي ظهرها الى الشمس لا تقابل الشمس لان مقابله الشمس كما قال امير المؤمنين يظهر الالام اكثر فاكثر لذا تعطي ظهرها الى الشمس وتجلس تحت الشمس 20 دقيقة نصف ساعة هالمقدار ونافع جدا لها إن شاء الله لكن الأهم الاستغفار الحمد الصدقة بإذن الله تبارك وتعالى إذا تقدر هي تقرأ قرآن تقرأ ما تقدر تقرأ قرآن تسمع القرآن يرفع هذه الحالات إن شاء الله عنها بجاه محمد وآل محمد أحسنتم سماع الشيخ الله. طيب الله أنفاسكم بارك الله بكم أيضا لدينا سؤال من الأخ أبو تبارك الحسناوي من العراق يقول عندي ألم بالقولون ويضرب على معدتي فما هو نعم. الدواء لهذا المرض العلاج عموما يعني شيء العام يعني الاجتناب من الأطعمة والأشربة الضارة لأن أكثر مشكلات الناس الآن لماذا أؤكد في جميع الأسئلة في الأجوبة وأكد على قضية الاجتناب من الأطعمة الضارة لأن الآن أمراض الناس من هذه الأطعمة لأن هذه الأمراض سابقا ما كانت عند الناس، لكن الان الناس ابتلوا اكثر. وين ما انت تروح الان تشوف واحد مبتلي بمرض بمرض خبيث، ذاك مبتلي بالقولون، ذاك مبتلي بامراض القلب، ذاك مبتلي بالكبد، ذاك مبتلي بقضيه المعده، هذا منين جايه؟ جايه من هالأمراض الامراض اللي الان الماكولات اللي الان الماكولات الضاره مثل نعم. البيسي مثل مثل البيتزا او شرب الماء البارد جدا مضر لل لهذه الحاله هذه الامور كلها مضره لمرض القولون كثره شرب الماء جدا مضره بحاله القولون لان الالم طبيعته بارد ولذا الانسان شايف ان بعض الالام اذا تخلي شيء حار عليهن كل اكثر الالام هكذا اذا تخلي شيء بارد حار عليهن يرتاح المريض تبين ان الالم طبيعته ماذا؟ طبيعته بارده يحتاج شيء شنو؟ يحتاج حار لأن العصب جنسه من نوع البارد خلقته نوع باردة ولهذا شرب الماء البارد يزيد الإنسان ألم ويشوف أنه يشوف الألم بالقولون يضرب على المعدة فهذا لابد من اجتناب شرب الماء البارد الآيس كريم مثلا الأطعمة المعلبة الحلويات مثلا كثرة الأكل تلوين الطعام في مائدة واحدة مثلا الطرشي جدا مضر لأعصاب الإنسان لكن امور الاستغفار لابد يلتزم بالاستغفار والحمد الصدقه الدعاء لهذا لعلاج القولون ابدا بالملح واختم واختم بالملح يعني عند الطعام هذا جدا مهم تدهين البطن بزيت الزيتون يدهن بطنه يعني اذا يحس الم ليه يدهن بطنه وناحيه القولون وين تصير يدهن لمدة عشرين دقيقة نصف ساعة تدهين يكون يصير تدهين أساسي يعني جدا نافع لكن مع قراءة الحمد سبع مرات حين اللي قاعد يدهن يقرأ الحمد سبع مرات جدا نافع الحجامة العامة والحجامة على العصعص إذا كان منشأها الحرارة يعني هذا بحسب بحسب تشخيص حال المريض لكن الحجامة العمومية يعني بين الكتفين هي نافعة لكل إنسان إن شاء الله لكن لابد بد أن نراعي حال المريض إن شاء الله في قضية الحجامة هذا بالنسبة إلى هذا السؤال إن شاء الله أحسنتم بارك الله بكم أيضا لدينا سؤال آخر من الأخ محمد عبد السماوي يقول أني أشكو من البحة في صوتي ما هو الحل بارك الله فيكم. عموما البحة لا بد أن الإنسان يجتنب من الأطعمة الضارة التي ذكرناها بالأخص الماء البارد مو وايدين عندهم بحه بالصوت نقول له لا تشرب ماي بارد يشرب ماي بارد لا تشرب بيبسي يشرب بيبسي يقول والله شيخنا ما صار زين اقول له خب انت اذا ما تراعي الحميه العلاج ما ينفع فاذا اول امتناعك من شرب الماء البارد امتناعك من شرب البيبسي امتناعك من الطرشي طرشي يخلي بحه شديده بالصوت بالاخص هذول القراء او مثلا خطيب حسيني يريد يقرا بما ان نحن مهنتنا الخطابه طابة الامام الحسين سلام الله عليه يعني سلام الله عليه نعرف ان الصوت شيء مهم مهم للخطيب او للقاري القران مثلا او للرادود الحسيني فاذا لابد ان يحافظ على صوته بالاخص في ايام القراءه ايام القراءة بعد اكثر يشدد على نفسه يشدد على نفسه بالنسبه لهذه الاطعمه لا الماء البارد البيبسي بعد الأطعمة المقلية بالزيوت الصناعية تضر بالصوت جدا لابد أن الإنسان يجتنب هذه الأمور تدهين الرقبة ليلية ليليا بزيت الزيتون أو زيت الحبة السوداء يدهن الرقبة والحنجرة ثم يلفها بشيء يلف الحنجرة إلى الصباح هاي مجربة يعني أنا نفسا شخصا اعتبار أن أقرأ صير بحها بالصوت من بعد القراءة إذا أعمل بهاي الوصفة ترتفع البحه ويشرب من بعدها يعني من بعد ما تدهن القضيه او قبلها دهن الحنجره قبلها قبل التدهين او بعد التدهين يشرب عسل عسل بماء فاتر ومقدار من الليمون الطازج الاخضر جدا يرد حاله الصوت في مكانه بعد شرب الحليب مع العسل في اليوم ثلاث مرات صباحا مثلا او ظهرا ومساء جدا نافع لالام الحنجره شنو مشكله بالحنجره بواسطه الحليب يوميا يشرب ثلث ثلاثه اقداح ان شاء الله جدا نافع والاهم الحمد الصدقه الاستغفار والقران فهذا هو الذي يجعل الانسان يكون في صحه وعافيه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله تعالى بارك الله بكم سماع الشيخ ايضا لدي سؤال حقيقه من احد الاخوه ايضا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا عندي ضعف جنسي وما يصير عندي اطفال راجعت الدكتور وما صار عندي ما هو العلاج علما ان النسبه صفر جزاكم الله خير جزاه الان تكلمنا ظهرا في الحلقات السابقه وكان في الاسئله يعني اسئله المشاهدين في قضيه ال عدم الانجاب لكن اجابه لهذا الاخ نقول اولا عدم الياس من العلاج، الياس هو هالك للانسان ومضعف لمناعه البدن، فاذا لا يصير ياس يتابع القضيه ان شاء الله. ثانيا كثره الاستغفار يستغفر الله الله تبارك وتعالى يعطيه ان شاء الله كما اشتكى شخص الى الامام الصادق سلام الله عليه بقله الاطفال، الامام قال عليك بكثره الاستغفار. فقال هذا الرجل قمت أستغفر لا مرة لا مرتين باليوم مثلا سبعمائة مرة أو أكثر فالله تبارك وتعالى رزقه عشرة من الأولاد ببركة هذا الاستغفار الحمد والصدقة والدعاء أهم العلاج عند هذا الشخص التوسل بالأئمة الآن إذا أكو يعني مجال وقت يعني نكمل دقيقة واحدة سماح دقيقة واحدة لكن ظاهرا لا يطول بنا أكثر لا. من دقيقة خلينا نرجع بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله نكمل إن شاء الله إن شاء الله أحسنتم سماح الله يحفظك أحب إن شاء الله أحبائي المشاهدين فاصل قصير ونواصل إن شاء الله حياكم الله احبائي المشاهدين مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه متواصلين معكم وبرنامج طب اهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام ضيفي الكريم سماحه الله ان الله, شاء الله والخدمة والخدمة وخدمه المشاهدين الله يبارك فيكم خادم الحسين ان شاء الله أه من فضلكم لو تكملون الاجابه نعم. على السؤال اللي قبل الفاصل هذا الضعف الجنسي كان نعم عنده نعم ونسبة الضعف صفر, صفر. يعني نعم. لكن نقول عدم الياس التوسل بالائمه عليهم السلام هذا الله. يفتح مجال يفتح مجال لكثير من الامراض ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ماء السماء مع تربه الامام الحسين يصنع المعجزه ان شاء الله اكل أكل البيض باللحم يعني ياكل بيض مع اللحم بالاخص اللحم لحم الغنم مو لحم البقر، لحم البقر مضر. نعم. فاذا لحمه داء ولبنه دواء البقر، في روايه رسول الله صلى, الله عليه, وآله صلى وسلم. الله عليه واله وسلم. بعد اكل البيض مع البصل وزيت الزيتون يجيب بصل ابيض و... ويشبش يا البيض وتالي يخليه مع الزيت في ظروف. ايش دقائق ويشيلها يعني مو يخلي انه يقوم يطبخ 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 لا يخرب. لا دقائق ويشيلها وياكلها ان شاء الله يوميه مره مرتين بعد هذا بحسب حالته هو. الحجامه عده مراحل شنو بين الكتوف شنو على العصعص هاي جدا نافعه لهذه القضيه. الهندباء عليكم بكثرة أكل الهندباء فأنه يزيد في الذرية كما ورد عن الأم عليهم السلام تدهين البيضتين يدهن البيضتين بزيت الزيتون ليلية تدهين يدلك هذه الكيس اللي حامل البيضتين يدهن يدلك لأن هذا إن شاء الله يصعد النسبة بإذن الله تبارك وتعالى بعد أكل الزيتون والتين معا سبعه من التين وسبعه من الزيتون يوميا ياكل لان القران يقول والتين والزيتون. والزيتون المهم بعد وضع العلق على البيضتين والعانه على نفس البيضتين يخلي شنو هو العلق. يخلي العلق هذا الدودة الخاصه نعم. تربه الحسين كما اشرنا مع ماء المطر الله عليك يا رب. اكل اللوز على الدوام يوميا 14 لوزه مثلا ياكل لكن مو الاكل السريع لابد أن يعلك كثير العلك يكون في أكل اللوز وهو نافع من خلال ماء الريق تنتقل منافعه إلى البدن تنظيم برنامج غذائي بحسب حالة المريض الامتناع من الأطعمة الضارة هذا جدا نافع لقضية العلاج إبعاد الهاتف النقال عن نفسه هذا كثير من عدم الانجاب او العقم جاي لنا الان من كثره حمل النقال الجوال لا. من كثره ما انه دائما يصير وياه هذا الهاتف النقال وحتى بالمنام هم وياه بالغرفة النوم وياه تحت البطانيه هم وياه خب هذا الانسان يتمرض لان يعني التجربه دلت على هذا المعنى من جو يوم اللي كثرت هذه الامور كثرت قلة الأولاد نعم. فإذا لابد أن نلتفت إلى هذه الأمور لكن الأهم الصدقة الدعاء الاستغفار إذا أحببت المعجزة ولا إذا أحببت حالة طبيعية لا أن تستمر بهذه الأمور الطبيعية لكن إذا تحب معجزة استمر في قضية الحمد والصدقة والدعاء والاستغفار والقرآن إن شاء الله أحسنتم سماحة الشيخ بارك الله بكم أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة يقول ردت أسأل عن مرض فقر الدم أنا نعم. أعاني منه يعني بشكل مزمن نعم، بالنسبة إلى فقر الدم اللي يعاني من عنده في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكروا عدة أمور ترفع هذه الحالة، من جملتها اللحم المشوي الغنم لابد أن يكون لحم الغنم لا لحم البقر بالأسبوع مرتين ثلاث أربعة يشوي مو طبخ هذا اللي كان مر على الإمام الصادق سلام الله عليه رأى وجهه مصفر قال عليك بلحم الكباب كما في الرواية موجود الرجل راح وعاد مرة أخرى بعد ما ارتفع ارتفعت هذه الحالة قال ألم أمرك بأكل اللحم قال مولاي منذ يوم الذي أمرتني فبدأت أن أكل اللحم كل أكل لحم ذاك ذي الساعة اللي أمرتني الإمام قال كيف تأكله قال أكلته طبخا قال لا لابد ان يكون كباب يعني شوي عليك بالشوي يقول اجى قام يشوي وياكل ومره اخرى اجى مر على الامام الامام الاسبوع الجاي فعاد الدم في وجهه قال الان هكذا فاذا اللحم كون يصير هو مشوي لحم غنم الكراث اكل كثره الكراث نافع لماذا لازاله حاله فقر الدم اكل الباقلاء جدا نافع لقضيه توليد الدم الطري كما توجد في الروايه زياده على هذه الامور اكو امور عامه استخرجت من الروايات قضيه الحجامه الحجامه جدا مساعده تساعد البدن على توليد الدم الطري الحجامه لكن بحسب حال المريض خفيفه تكون بس اللي يولد الدم ولو قطرات ناخذ من المريض دم قطرات يكفي الزبيب الزبيب الأسود يوم 21 حبة على الريق دبس العنب مع دبس التمر مع مقدار من الرهش يومية يتريق مثلا به جدا نافع لإزالة حالة فقر الدم بس الأهم الحمية من الأطعمة الضارة هي التي تسبب فقر الدم كن يتحامى من البيبسي ومن البيتزا ومن ما شابه هذه الأمور البوفاك والشيبس هذه الأمور كلها تضر بالاخص الاطفال يعني شوف انه وجهه مصفر كله من هالمأكولات الضاره مثل ايس كريم مثلا هذه الامور ضاره فاذا يمتنع من هذه الامور اكو دواء نافع للامام الرضا عليه السلام ذكرنا تركيبه هذا الدواء لكن هذا يطول شهر زمان على ما يصنع هذا الدواء صعب على المشاهد هذا بالنسبه الى قضيه دواء الامام الرضا عليه السلام جدا نافع بسرعة يرفع يعني بسرعة جربناه كثيرا على جميع الأمراض هو نافع دواء الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أحسنتم بارك الله بكم سماع الشيخ أيضا لدي سؤال من الأخ ظاهر فالح المشرفاوي يقول السلام عليكم ورحمة الله أنا من العراق من البصرة من المتابعين لبرنامج طبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا أمكن أن تتكلمون عن علاج السمنه كثير ما تكلمنا عن السمنه لكن اجابه لهذا السؤال عدم تلوين الطعام لا يلون بالطعام يعدد الوجبات كذلك عدم تعدد الوجبات في اليوم يعني ياكل اثنين وجبتين ثلاث اربعه يكثر بالوجبات هذا يسبب السمنه فاذا تغدى وتعشى كما قال الامام الصادق ولا تاكل بينهما شيء هذا يخفض الوزن عدم كثرة شرب الماء شرب الماء يهم الزايد إذا الإنسان يقوم يشرب السمنة تصير عنده والأطعمة الباردة والرطبة تكثر مثلا واحد كثير يأكل الزبادي يهم يصير عنده السمنة وذلك لسبب البرودة والرطوبة التي توجد في الزبادي دخول الحمام على الريق يومية نافع لإزالة السمنة إن شاء الله لكن قبل الدخول يأكل ولو تمرة واحدة لا يخلي المعدة فارقة اجتناب الأطعمة الضارة البيبسي الحلويات البيتزا الأطعمة المعلبة هاي يزيد الوزن تجنب الأطعمة التي تسمن مثل اللحم الأرز كثرة أكل اللحم والأرز هم يسمن الإنسان المشي يومية 45 دقيقة يمشي أفضل علاج لخفض الوزن المشي تدليك البطن البطن بزيت الزيتون ليلية يدلك منطقة البطن حتى يزيل عنه الكرش عدم كثرة النوم كثرة النوم لأنه يسبب السمنة كثير بالنهار ينام بالليل نايم إلى ساعة مثلا ساعة عشرة 11 الصباح النايم والظهر هم يريد ينام خب هذا يسبب السمنة عنده فإذا لابد أن يقلل النوم ويزيد في الحركة ويقل من الطعام بعد الاكثار من العبادات يكثر من العبادة مثل الصيام مثل الصلاة يكثر بهذه الأمور إن شاء الله أحسنتم بارك الله بكم طيب الله أنفاسكم آه أيضا لدي حقيقة رسالة من الأخ فاضل العابدي يقول شكرا على برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسك السلام على قناة المهدية الفضائية وأنا من مشاهدين هذا البرنامج ومن متابعي برامج قناة المهدي الفضائية شكرا لك يا أخ فاضل وأيضا سماح الشيخ لدي سؤال حقيقة مشابه إلى السؤال اللي أجبت عليه من الأخ أبو محمد يقول كيف يمكن التخلص من الكرش وبنفس الإجابة أجبنا عن هذا السؤال فإذا هذه الأمور التي أجبنا عنها نعم. يعمل بهذه الأمور التي ذكرناها إن شاء الله يزول عنه الكرش إن شاء الله بإذن نعم وأيضا لدي سؤال حقيقة أخير سماحة الشيخ يقول أيضا أبو محمد يقول عندي بنتي عمرها تقريبا ثمان سنوات أبدا ما تشتهي الأكل وهي ضعيفة البنية جدا فأرجو أن تتفضلوا علينا بعلاج مع العلم هي لا تحب الأدوية الكيمياء الكيميائية ولا العشبية أحسن يعني بالنسبة إلى هذه الحالة يعني عدم اشتهاء الطفل بهذا العمر تكثر على الطفل الحرارة يعني الصفراء يزيد عندها لذا ضعيفة ونحيفة الحرارة كثيرة عندها الحرارة والجفاف ولهذا لابد من منعها من الأطعمة الحارة مثلا تجيب لها بيض ما تأكل البيض لأن البيض حار وهي تفور ما تشتهي أصلا تتقرب أو تجيب لها أكل مقلي بالزيوت حار ما تشتهي أن تأكل هذا الطعام كون تنوع لها الطعام تجيب لها أطعمة باردة تميل أصلا لا إراديا تميل إلى الطعام كذلك منعها من الأطعمة الضارة عادة مثلا ما تحبه الأطفال مثل البفك والشيبس والبيبسي والبيزا هاي الأطعمة تمنع الشهية عند الطفل بعد ما يشتهي يأكل فإذا نعم. لابد أن تمنعه من هذه الأطعمة فإذا هناك تدهين بدنها بدهن بدهن البنفسج نافع لها يقلل من حرارتها نعم. شرب السكنجبين جدا نافع لها تشرب سكنجبين السكنجبين هو جزئين من العسل وجزئين من عرق الهندباء وجزء من الخل العنب الطبيعي هذا تمزجهن بعضها مع بعض بالليل بمقدار ثلث القدح من هذا التركيبة والباجي تريق عليه من الماء تخلطه وتشربه هذا ترفع هاي الحالة حالة الحرارة إذا راحت ارتفعت تجيلها الشهية وبعد شان النحافه تروح من عندها قضيه السويق سويق العدس نافع لها هم ترفع حرارتها هم السمنها ان شاء الله وعندك الحجامه حتى تصير تعادل بحركاتها وسكناتها واكلها وشربها ونومها وقعدتها الحجامه عده مراحل بحسب حالها ولو دم قليل جدا نافع لرفع هذه الحاله عن الاطفال فذن الحجامه الحجامه بعد كثره العرقيات كما اشرنا عرقيات الهندباء عرقيات الشاطره بعد جدا نافع او استخدام الخل في الطعام او الليمون الطازج ان الانسان دائما يخلي الطعام شوي يصير بحموضه تعبيرنا حتى الطفله تميل الى اكل هذا الطعام، هذا بالنسبه الى علاج هذه البنت ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أحسنتم سماع الله الشيخ الله أنفاسكم بارك الله بكم الله يحفظك سماع الشيخ أحمد الإحسائي شكرا لكم عزيزي بالخدمة حبيبي الله إن شاء الله نعم أحبائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأسك السلام بالإمكان زيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم الرادود الإعلامي حسين الأمير تقبلت تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته